أوجد الله كل شيء من لا شيء، وعلى غير مثال سابق خلق السماوات والأرض وأقواتها والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، خلق الجان وخلق آدم وخلق ذريته منه. بدأت بواكير هذا المشروع بالتزامن مع مناسبة المدينة المنورة عاصمة الثقافة الإسلامية. تقدمت سمايا القابضة بفكرة معرض أسماء الله الحسنى ليكون ضمن فعاليات المناسبة، فأقيم في الجهة الغربية من المسجد النبوي، وكان لنا موعد مع سمو أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز الذي شرفنا برعاية حفل الافتتاح. وانطلق المعرض المبتكر يحمل هدفه في تقريب الناس لله تعالى والتعريف بأسمائه الحسنى وإبراز أثر معانيها في حياة الإنسان عبر عرض جذاب تتجاور فيه تقنيات الصوت والصورة. زار المعرض 5 مناطق في المملكة ابتداء من جدة، ثم الأحساء، ثم الرياض، ثم مكة المكرمة والجبيل الصناعية، وحصل على عدد من الجوائز العالمية وشهادات التقدير. وفي كل منطقة يحط المعرض رحاله فيها يكون على موعد مع آلاف الزوار من داخل المملكة وخارجها، فخلال مدة لا تتجاوز السنوات 5 من عمره زاره أكثر من 5 ملايين زائر بحمد الله، واحتفل مؤخراً بالزائر ذي الرقم 5 ملايين برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة. تولى استقبال الزوار في هذه المعارض وشرح لهم كوكبة من المرشدين ذوي التخصص من طلبة الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية والجامعات السعودية الأخرى، فكانوا إحدى العلامات المضيئة التي نفخر بها، حيث قدموا محتواه بأكثر من 10 لغات بأسلوب علمي ممتع. وإذ نزدل الستار في هذا المكان سيتجدد اللقاء في مكان آخر ليتواصل هذا الخير ويعم نفعه سكان المدينة المنورة وزوارها إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فهنيئا لمن شارك في هذا المشروع وشكرا لهم.